بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقه الأدعية والأذكار تأليف الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن بدر يحفظه الله. ومن أذكار النوم إن من الدعوات العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث من آوى إلى فراشه على المحافظة عليها والعناية بها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، جزاك الله خير، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين وأغنينا من الفقر. وهو دعاء عظيم يحسن بالمسلم أن يحافظ عليه كل ليلة عندما يأوي إلى فراشه، وهو مستمر على توسلات عظيمة إلى الله تبارك وتعالى بربوبيته لكل شيء في السماوات السبع والأرضين السبع والعرش العظيم، وبإنزاله لكلامه العظيم ووحيه المبين بأن يحيط الإنسان برعايته ويكلأه بعنايته ويحفظه من جميع الشرور، ومشتمل على توسل إلى الله جل وعلا ببعض أسمائه العظيمة الدالة على كماله وجلاله وعظمته وإحاطته بكل شيء، بأن يقضي عن الإنسان دينه ويغنيه من فقره. وقوله: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، يا خالق كل هذه الكائنات العظيمة مبدعها وموجدها من العدم، وقد خص هذه المخلوقات بالذكر لعظمها وكبرها ولكثرة ما فيها من الآيات والبينات والدلالات الباهرات على كمال خالقها وعظمة مبدعها، وإلا فإن جميع المخلوقات صغيرها وكبيرة دقيقها وجليلها فهي آية بينة على كمال الخالق سبحانه وتعالى. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، ولهذا عقب هذا الدعاء بقوله: ربنا ربنا ورب كل شيء، وهذا تعميم بعد تخصيص لئلا يظن أن الأمر مختص بما ذكر. وقوله رب العرش العظيم فيه دلالة على عظمة العرش وأنه أعظم المخلوقات، قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت على بين ظهري فلا من الأرض. إذا كان هذا المخلوق بهذه العظمة والمجد والسعة، فكيف بخالقه ومودعه سبحانه؟ وقوله فالق الحب والنوى من الفلق، وهو الشق، أي الذي يشق حبه، الطعام ونوى التمر وغيره لتخرج الأشجار والزروع، فإن النباتات إما أشجار أصلها النوى أو الزروع أصلها الحب، والله سبحانه لكمال قدرته وبديع خلقه هو الذي يفتح هذا الحب والنوى اليابس الذي كالشجر لا ينمو ولا يزيد وينفرج، وتخرج منه الزروع العظيمة والأشجار الكبيرة. وفي هذا آية باهرة على كمال المبدع وعظمة الخالق سبحانه وتعالى. قال الله تعالى:
إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. وقوله في هذا الدعاء ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان فيه توسل إلى الله تعالى عز وجل بإنزاله لهذه الكتب العظيمة المشتملة على هداية الناس وفلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. قد حصل هذه الكتب الثلاثة لأنها أعظم الكتب أنزلها الله وذكرها مرتبة ترتيبا زمنيا، فذكر أولا التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، ثم الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام، ثم الفرقان وهو القرآن الكريم الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دلالة على أن هذه الكتب من كلام الله، إنها منزلة من عنده سبحانه وأنها غير مخلوقة. ولهذا فرخ في هذا الدعاء بينها وفي هذه وفي المخلوقات، قال رب وفالق، وهو في كلامه ووحيه قال منزل. وفي هذا رد على أهل البدع والأهواء الذين قال منزل فضيلتكم بالتخفيف. الأصل منزل في الكلام العربي التخفيف إلا إذا احتاج الضرورة فشدد. جزاك الله خير. منزل قال منزل. وفي هذا رد على أهل البدع والأهواء الذين يقولون أن كلام الله مخلوق، تعالى الله عما يقولون وسبحان الله عما يصفون. ثم قال بعد ذكره لهذه الرسائل العظيمة: أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. في هذا الشروع في ذكر رغبة الإنسان وحاجته ومطلوبه من ربه سبحانه، وقوله أعوذ بك من أي ألتجئ وأعتصم بك وأحتمي بجنابك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. والدابة هي كل ما يدب على الأرض، وهو يشمل الذي يمشي على بطنه أو على رجلين أو على أربع. قال الله تعالى: الله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع. يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. وقوله أنت آخذ بناصيتها فيه دلالة على أن المخلوقات كلها داخلة تحت قهره سلطانه، فهو سبحانه آخذ بنواصيها قادر عليها، يتصرف فيها كيف يشاء ويحكم فيها بما يريد. قال الله تعالى فيما ذكره عن هود عليه السلام: إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ. على الله ربي وربكم بدل مجرور ربي وربكم. جزاك الله خير. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. والناصية مقدم الرأس والناصية مقدم الرأس. أيوة، يعني الناصية اللي هو الجزء اللي احنا بنزل به على الأرض، ناصية كاذبة خاطئة، اللي هو مقدم الرأس يعني أول الرأس. نعم. هي الجبين يا شيخ؟ لا، الجبين فضيلتك اللي بيكون هنا ناحية إيش؟ يعني الجبين اللي ناحية الخد، إنما الناصية اللي هي الجزء اللي هي اللي بيسموه القورة اللي بنزل به على الأرض. هي. نعم. ثم قال متوسلا إلى الله سبحانه وتعالى ببعض أسمائه الحسنى وصفاته العظيمة: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وفي هذا دلالة على أولي
أولوية الله سبحانه وأنه قبل كل شيء. طيب وفي هذا دلالة على أولوية الله سبحانه وتعالى سبحانه وأنه قبل كل شيء وأبديته من الأبدية. أيوة أنا أريد هنا معذرة والدنا، أريد أن أفرق لكم بين الجبهة والجبين، لأن كثيرا منا يتوهم أنهما لفظان مترادفان، ولكن نريد أن نقول أيها الكرام، حتى يقول لك فلان عريض الجبهة وفلان عريض الجبين، يقول لك فلان عريض الجبهة أو يقول لك فلان عريض الجبين، ويظن أنهما كلاهما واحد أو أنه بمعنى واحد له مقدم الرأس اللي هو فوق الحاجبين، عندنا مقدم الرأس اللي هو فوق الحاجبين إلى منبت الشعر، ولكن لابد أن نفرق. الجبهة أيها الكرام الفضلاء هي مسجد الرجل الذي يصيبه من رأسه عند السجود. عرفنا الآن ما هي الجبهة، وهي عبارة عن المستوى اللي يكون ما بين الحاجبين إلى الناصية، إلى الناصية يجمع على جباه، فنقول رجل أجبه بين الجبهة إذا كانت جبهته واسعة، وامرأة جبهاء وتصغر على جبيهاء، والجبه شخوص الجبهة وبروزها، يقول لك أبو راسين الساعة 2 كما يقول يعني الناس، نعوذ بالله، بس أنا حبيتنا وأبين لكم معنى يعني. ومنه يقولون فرس أجبه إذا كانت جبهته شاخصة مرتفعة عن قصبة الأنف. أما الجبين أيها الكرام الفضلاء، يقول لك حتى يقول لك إن المؤمن يموت بعرق جبينه. الجبين هو عبارة عن أحد الحرفين الناتئين جزاكم الله خير من جهة الصدغ، من جهة الصدغ يمينا وشمالا، اللي هو عند السوالف. عرفتوا يا مشايخ معايا أنتو؟ أرجو الإفادة. معاك يا شيخ، معاك الآن، ركزين معايا. لو تشغل إيه؟ الكاميرا لو تكرمت وتوضحها أفضل. أشغل الكاميرا. طيب نشغل الكاميرا إن شاء الله ونقوم بعملية التوضيح والبيان لهذه المعلومة التي ربما إن كثيرا منا يخلط بينهما. طيب دعوني أكمل لكم الآن الفكرة. فنقول هنا الجبين هو أحد الطرفين اللذان يكونان على يمين أو يكتنفان الجبهة من اليمين ومن الشمال، وهما ما بين الحاجبين إلى قصاص الشعر، ما بين الحاجبين إلى قصاص الشعر جهة اليمين والشمال، ويجمع على أجبن وأجبنة وجبن. الصورة ما بانت. حتبان يا أبو حسن، وأنت أمس غايب عليك 50 ريال. طيب حاضر. الله يجزاك. فقل أن يوصف أحد بأنه واسع الجبين، لكن نقول هذا واسع إيش الجبه. فالجبين حيز ما فوق صدغ الإنسان عن اليمين والشمال. ما طلعت الصورة سيدنا؟ حتطلع يا أبا محمد، اصبر علينا يرحمك الله، نبغى ننتهي من الجهة من الناحية النظرية بعدين ندخل في الناحية العملية. طيب الله يرضى عليك. إذن الخلاصة conclusions، الجبهة موضع السجود، والجبين هو أحد جبينين الإنسان، وهما الحرفان اللذان يكتنفان الجبهة من جانبهما، وهذا موضح في لسان العرب وغيره. الآن آن الأوان، الآن نبين هذا عبر الصورة ليتضح المقال بالمثال. بسم الله. Got it. يلا got it. هذه got it. أرأيتم؟ الصورة واضحة للجميع الآن؟
نعم. طيب الآن هذه إيش اسمها؟ هذه اسمها الجبهة. وهذا إيش اسمه؟ جبين. أحسنتم. هذا الجبهة يجمع على أجبه وأجبهة وهو موضن السجود، وهذا هو الجبين الذي يكون من جهة العقاص من عند الجزء الناتئ هنا عند الصدغ. إذن الإنسان له جبهة واحدة وجبينان، له جبهة واحدة وجبينان. وضحت الآن يا أحبابي؟ جزاكم الله خير. طيب أو إياكم نرجع الآن نكمل ما نحن فيه، تفضلوا. في هذا دلالة على أولوية الله سبحانه، أنه قبل كل شيء وأبديته سبحانه وبقاؤه بعد كل شيء وعلوه على خلقه واستوائه على عرشه وفوقيته، وأنه الظاهر الذي لا شيء فوقه وقربه سبحانه من خلقه وإحاطته بهم، وأنه جل وعلا الباطن الذي لا شيء دونه. ومدار هذه الأسماء الأربعة على بيان إحاطة الرب سبحانه، وهي إحاطة زمانية ومكانية. وهي إحاطة زمانية ومكانية. نعم، زمانية ومكانية. نعم نعم. أما الزمانية فهي قد دل عليها اسمه الأول والآخر والآخر. والآخر سيدي. نعم. جزاك الله خير. وإياكم. نعم. وأما المكانية فقد دل عليها اسمه الظاهر والباطن، وهذا مقتضى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تفسير أكمل من تفسيره صلى الله عليه وسلم. ولا تفسير أكمل من تفسيره. نعم. قوله أقضي عنا الدين وأغننا من الفقر، هو سؤال الله تبارك. السؤال الله لا لا صحيح صحيح سؤال، وهو سؤال الله مبتدا وخبر. نعم، سؤال الله تبارك وتعالى وطلب منه سبحانه. بعد تلك التوسلات يا سلام. قوله أقضي عنا الدين أي يؤدي عنا حقوق الله وحقوق العباد من جميع الأنواع، وفي هذا تبرؤ الإنسان من الحول والقوة، وأنه لا حول ولا قوة له إلا بالله العظيم. وقوله وغنينا من الفقر، والغنى وعدم الحاجة والفقر خلو ذات اليد. والفقير هو من وجد بعض كفايته أو لم يجد شيئا أصلا. من المعلوم أن الدين والفقر لا 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 هنا 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 نقول الفقير هو فعيل أصله مفعول من مفقور الظهر، وهو الذي لا يجد شيئا. أما المسكين هو الذي يجد بعض الشيء. قال تعالى وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فالمسكين هو الذي يملك قوت يومه يجد، أما الفقير هو الذي لا يجد شيئا. نعم، فقر مدقع، وكان النبي يتعوذ من الفقر. نعم، ولكن كان يقول اللهم احيني مسكينا وميتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. نعم، المعلوم أن الدين والفقر كلاهما هم عظيم قد يؤرق الإنسان ويمنعه من النوم. قد لجأ العبد إلى الله وطلب منه سبحانه مده وعونه متوسلا إليه بتلك التوسلات العظيمة، فإنه نفسه عندئذ تسكن وتطمئن وقلبه يرتاح ويهدأ، لأنه وكل أمر وكل أمره إلى من بيده عصمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض، ولجأ إلى من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكيف لا يطمئن القلب وقد تعلق بمن هذا شأنه. وصلى الله على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا يا رب العالمين يا رحمن الرحيمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم آدم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وتوفيقا وسدادا ورشادا يا رب العالمين. ونحن مع هذا الحديث العظيم أيها الكرام الفضلاء، وهذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، كان إذا أراد أن يأوي أحدكم إلى فراشه أن يضطجع على الشق الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت أخذ بناصيته، أن اللهم أنت الأول فليس قابلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. من حيث الصنعة التخريجية فهذا حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، بل يقول سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شق الأيمن ثم يقول هذا الدعاء. وكان أبو صالح يقول أنهم أبو هريرة كان يأمرهم بأن أنهم يفعلوا ذلك. ثم نذكر فائدة أخرى، أن هذا الدعاء أيها الكرام الفضلاء صح من حديث أبي هريرة أيضا عند ابن حبان في صحيحه، وعند ابن ماجة في سننه، وصححه العلامة الألباني، أن فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فقال لها: قولي: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء أنت أخذ بناصيته، أنت الأول فليس قابلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. قال ابن باز رحمه الله رحمة واسعة: وهذا الدعاء أعني دعاء فاطمة، فإنه يقوله في كل وقت ولا حرج في ذلك وزاد أن دعاء أذكار النوم التي مرت معنا أيضا أنها تقال عند النوم ومن هنا استفدنا أن هذا الدعاء قد ورد بصيغة عند مسلم أنه من أدعية النوم، وورد عند ابن حبان وابن ماجة أنه يقال عاما، إذن يكون هذا من الأدعية المشتركة ومنهم من ربط ذلك بالتسبيحات الفاطمية، فقال إن فاطمة لما أتت تطلب النبي خادما فلم تجده فزارها في بيتها ليلا ثم قال: ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ قالت: بلى. قال علي: قولي له نعم بلى. قالت: بلى. قال: إذا أويت إلى فراشك فسبحي 33 واحمدي 33 وكبري 33 وكبري 34 يكو ذلك خير لك من خادم. فربط بين هذا وهذا فقالوا هذا يلحق به أيضا. والذي قاله الشيخ بن باز رحمه الله رحمة واسعة قال لما سئل عن هذه الأدعية قال: وهذا يقوله في كل وقت ولا حرج في ذلك وقال: هذا دعاء عظيم عند النوم،
وإذا دعا به في أي وقت فهو دعاء عظيم في الصباح وفي المساء وفي جميع الأوقات فهو دعاء عظيم، ولكن يستحب أن يأتي به أيضا عند النوم، أن يأتي به أيضا عند النوم. هذه فائدة لكي نجمع ما بين رواية ابن حبان وابن ماجة ورواية الإمام مسلم رحمة الله على الجميع. وفي هذا الحديث العظيم فيه كما مر معنا أنه مما يجب التنبه إليه في مسألة استقبال القبلة حال النوم أو عند الموت، فهذا لا أصل له ولا يتحرى. يعني بعض الناس يتحرى أن ينام في استقبال القبلة في جهة القبلة أو إلى غير ذلك، نقول هذا لا يتحرى، لكن المتحرى أن تنام على الشقق الأيمن كما ورد في الحديث وليس على جهة القبلة. أما عند الدفن فإنه يوضع الميت على جنبه الأيمن ويوجه إلى القبلة ويوجه إلى القبلة. استفتح هذا الدعاء بتوحيد الربوبية، لأن الله هو الذي خلق السماوات وخلق الأراضين وهو الذي رب خلقه، وهذا من معاني الرب، اللهم رب. وقلنا اللهم هي عبارة عن يا الله، جمعت ياء النداء مع لفظ الجلالة مع كلمة الجلالة فخرجت كلمة اللهم. وهذا تنبيه لإخواننا الأئمة في ليالي رمضان الذين يكثرون في الدعاء يا الله يا الله يا الله يا الله إلى غير ذلك. نقول يا أحبابي هذا لم يرد في السنة، ما ورد في الكتاب والسنة أن تقول اللهم اللهم وليس يا الله. فنتقيد بآداب الدعاء، وأنصح إخواني بكتاب الدعاء للشيخ بكر أبو زيد، فهو كتاب ماتع في بابه مليء بالفوائد، ولعل الله أن يسخر وقتا نقرأه في مجلسنا هذا بإذن الله تبارك وتعالى. ثم ذكر السماوات السبع والأرض، فبدأ بالسماوات لماذا؟ لأنها أشرف. وسبحان الله ما تذكر السماوات إلا مجموعة في الغالب، ولا تذكر الأرض إلا مفردة في الغالب. سبحان الله، السماوات لا تذكر إلا جمعا في الغالب، ونادرا ما يذكر السماء، والأرض لا تذكر غالبا إلا مفردة، ونادرا ما تأتي مجموعة. والعلماء يذكرون لذلك تعليلات، يقولون أن الأرض جنس، فالجنس إذا يجوز أن تقول المفرد وتريد به الجمع ولا حرج في ذلك. وبعض أهل العلم يقولون لما كان الناس على الأرض العليا وهي التي يعرفونها ويشاهدونها وهي التي يتقلبون عليها ويعيشون فيها وهي التي تطويهم، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، فلم تذكر إلا مفردة بخلاف السماوات. ثم بعد هذا التخصيص جاء التعميم الآن، وهذا يدخل عندنا في الأساليب القرآنية والأساليب النبوية. عندنا الإجمال ثم التفصيل، وعندنا شيء يسموه التخصيص ثم التعميم. مثال ذلك لما نتكلم على قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لما يقول عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، هذا إجمال. ثم يأتي بعدين التفصيل، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإلى آخره. عندنا الآن يأتي أسلوب التخصيص ثم التعميم. كيف التخصيص؟ اللي بدأ بذكر السماوات والأراضين وبعدين عمم فقال ورب كل شيء، فلا شيء يخرج عن ربوبيته تبارك وتعالى فابتدأ بربوبيته رب السماوات السبع،
فكل شيء مربوب تحت قبضته تبارك وتعالى. ثم ذكر العرش ورب العرش ووصفه بالعظيم. ولذلك النبي يقول: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه. الله أكبر. إنما بين شحمة الأذن إلى العاتق مسيرة 700 عام، فقط مقدار 4 أصابع من شحمة الأذن إلى العاتق، هذه مقدار 4 أصابع يا حبايب، 700 سنة. سبحان الله، 700 سنة. وهذا حديث صحيح رواه أبو داود في كتاب السنة باب في الجهمية، صححه العلامة الألباني رحمة الله على الجميع. وهذا يدلك على عظم هؤلاء الملائكة. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، قيل 8 صفوف، وليس 8 ملائكة، كل ملك منهم بهذه الصفة. وعند الطبراني وصح الألباني في الجامع: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش، على قرن طرف يعني رأسه يعني، وبين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 700 سنة. الطير يقعد بس يطير 700 سنة ولا يدرك. يقول الملك: سبحانك حيث كنت. الله أكبر. والطائر جالس يرفرف بجناحه ويطير 700 سنة. والعرش حق ونؤمن به. الرحمن على العرش استوى استواء يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو العرش. والكرسي موضع قدمي الرحمن على ما يليق بجلاله وكماله. والسماوات والأراضين في الكرسي كحلقة في فلاء، والكرسي في العرش كحلقة في فلاء، ووسع كرسيه السماوات والأرض. فما ظنك بهذا الخلق العظيم أيها الكرام الفضلاء، الذي ينكره هؤلاء الملاحدة الضلال؟ فما ظنك برب هذا العرش؟ فالله أعظم وأجل من أن تتخيله الأفهام أو الأوهام، ولا يحيطون به علما، فهو العظيم الأعظم تبارك وتعالى. لما يقف الناس مشدوهين أمام مجرة تسبح في الفضاء كحبة رمل، فما ظنك بالذي خلق هذه المجرة؟ الناس مشدوهون، يقول لك هذه السيارة تطير وهذه تذهب المسافات وهذه تسير أيام متواصلة تزود بالوقود إلى غير ذلك، فما ظنك بالذي خلق السماوات والأراضين ورب العرش العظيم؟ والعرش هو سقف العالم، العرش هو سقف العالم. فذكر الله هذه المخلوقات: السماوات، الأرض، العرش العظيم، لتذكرها عند نومك فيزيد تعظيمك لله عز وجل. تأملت؟ تذكر هذه المخلوقات عند النوم ليزيد تعظيمك لله عز وجل، فتنم على التوحيد وتعلم أنك أيها المبارك الكريم عبارة عن خلق صغير من هذه المخلوقات العظيمة: السماوات، الأراضين، العرش. ثم بعد ذلك تضيف نفسك مع كل المخلوقات، تقول: ربنا ورب كل شيء، أي أني يا رب لا أخرج عن ملكك ولا أخرج عن ربوبيتك. ثم بعد ذلك يأتي أيضا تخصيص بعد تعميم: فالق الحب والنوى. بعدما قال وربنا ورب كل شيء هذا عام، الآن بدأ يخص فالق الحب والنوى. والفلق يعني الشق. قال تعالى: قل أعوذ برب الفلق. قال تعالى: إن الله فالق الحب والنوى، يعني يشق النوى من هذه النبتة الصغيرة، ويشق الأرض ويخرج منه النبات. فشن هالخلق العظيم؟ سبحان الله، لا إله إلا الله تبارك وتعالى.
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ سبحان الله، الله أكبر. وإن باب أولى يذكر ليقول لك ليش ما ذكر الفيل والزرافة؟ قالوا لأن كانت العرب هذا كذا تعرف، ويعم به بقية المخلوقات، ويعم به بقية المخلوقات. ثم بعد ذلك ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، الكتب الثلاثة المشهورة، التوراة الذي أنزل على موسى، والإنجيل الذي أنزل على عيسى، والفرقان الذي نسخ كل الكتب فنزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا لم يذكر الزبور؟ قيل لأنه مندرج تحت التوراة وعبارة عن مواعظ، ولا يشتمل على شرائع ولا أحكام، أما الشرائع والأحكام كانت في التوراة. فكتاب بني إسرائيل الذي خوطي به اليهود والنصارى هو التوراة، هو كتاب الشريعة والأحكام، ولكن عداوة اليهود والنصارى تركوا العمل بالتوراة والنصارى، فأصبحوا بلا قانون ولا شريعة ولا نظام، فهم أهل ضلال. اخترعوا كتابا سموه الأمانة العظمى أو الأمانة الكبرى، ووضعوا فيه قوانين بدل من الشريعة، وصاروا يتحاكمون إليها، كما قال ابن كثير، وسمى الكتاب سماء الخيانة الحقيرة، وليس وذكره في تفسيره رحمه الله، وليس الأمانة الكبيرة كما يقول، سماء الخيانة الحقيرة. والفرقان لأنه فرق بين الحق والباطل. وتأمل ترتيب هذه الأشياء المذكورة، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، يبين لك ربوبية الباري تبارك وتعالى في إنزال الكتب وإرسال الرسل، ليقول لهم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم بعد ذلك أيضا بدأ ربنا تبارك وتعالى يذكر لك أسماءه عز وجل، بعد أن طلبك أن تستعيذ به، والعوذ هو اللج من شر كل شيء نكرة تعم، شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، ولا شيء يخرج بناصيته تبارك وتعالى. اللهم أنت الأول، وهذا اسم الله الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر، لأن الإنسان يا إخوة، هذا الدعاء من أدعية أيضا قضاء الدين، إذن يدخل في أدعية قضاء الدين، يدخل في أدعية النوم، يدخل في أدعية العامة، كل فضل تبارك وتعالى. لأن الإنسان لما يأتيه النوم ويكون مديونا، سبحان الله، ينغص عليه النوم، فلما يقول هذا الدعاء تطيب نفسه، سبحان الله، فلما يقول هذا الدعاء تطيب نفسه أن الله على كل شيء قدير، وهو قادر أن يقضي عنك دينا، فنم قرير العين ونم هانئ البال على توحيد الله تبارك على توحيد الله تبارك وتعالى، نم هادئ البال، نم قرير العين على توحيد الله عز وجل، فإن الله قاضي لك ديونك. وتأمل لما أتت فاطمة تطلب خادما، فدلها على تسبيحات الفاطمة، ودل على هذا الدعاء حتى تستعين به على قضاء أمورها، فيعطيها قوة جسمانية وقوة معنوية ترفع عنها كل إصر وكل تعب وكل ضيق وكل مشقة. فأين الذين يرضون بهذا الجلال والإكرام، ويدمنون ذكر الواحد الديان، ويلجؤون إليه في منشطهم ومكرههم تبارك وتعالى. فدونكم هذا الدعاء اجعلوه في أذكار النوم ابتداء، واجعلوه عاما في كل وقت وكل حين، وفي سجودكم وبين الأذان والإقامة، وفي كل مواطن الإجابة. وصل لهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير. وإياكم وإياكم.
جاهز يعني. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. كتاب فقه الأسماء الحسنى تأليف الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر يحفظه الله. اسم الله الطيب. ورد هذا الاسم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. والمعنى أنه تعالى مقدس منزه عن النقائص والعيوب كلها، لأن أصل الطيب الطهارة والسلامة من الخبث، والله جل وعلا لم يزل ولا يزال كاملا بذاته وصفاته، وأفعاله وأقواله صادرة عن كماله، كمل سبحانه ففعل الفعل اللائق بكماله. ومن هنا فأسماء الله الحسنى وصفاته العلى دالة على ما يفعله ويقوله وما لا يفعله ولا يقوله، فإنه سبحانه يفعل ويقول ما هو موجب كماله وعظمته، ولا يفعل ولا يقول ما يتناقض ذلك، ما يناقض ذلك. وينتظم تقرير هذا المعنى والدلالة عليه من اسمه الطيب قول المصلي في التشهد: والطيبات، أي لله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله: وكذلك قوله الطيبات، فهي صفة الموصوف المحذوف، أي الطيبات من الكلمات والأفعال والصفات والأسماء لله وحده، فهو طيب وأفعاله طيبة وصفاته أطيب شيء وأسماؤه أطيب الأسماء، واسمه الطيب لا يصدر عنه إلا طيب، ولا يصعد إلا طيب، ولا يقرب منه إلا الطيب، فكلمته طيب، وإليه يصعد الكلم الطيب، وفعله طيب، والعمل الطيب يعرج إليه. فالطيبات كلها له ومضافة إليه، صادرة عنه ومنتهية إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وفي حديث رقية المريض الذي رواه أبو داود: أنت رب الطيبين، ولا يجاوره من عباده إلا الطيبون، كما يقال لأهل الجنة: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقد حكم سبحانه في شرعه وقدره أن الطيبات للطيبين، فإذا كان هو سبحانه الطيب على الإطلاق، فالكلمات الطيبات والأفعال الطيبات والصفات الطيبات والأسماء الطيبات كلها له سبحانه، لا يستحقها أحد سواه، بل ما طاب شيء قط إلا بطيبته سبحانه، فطيب كل ما سواه من آثار طيبته، ولا تصلح هذه التحية إلا التحية الطيبة إلا له. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، يدل على أن الله سبحانه لا يقبل من الأعمال والأقوال إلا ما كان موصوفا بالطيب، وهو عام في جميع الأعمال والأقوال، فلا يعمل المرء المؤمن إلا صالحا، ولا يقول إلا طيبا، ولا يكتسب إلا طيبا، ولا ينفق إلا من الطيب، فإن الطيب توصف به الأعمال والأقوال،
والاعتقادات، فكل هذه تنقسم إلى طيب وخبيث، كما قال تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. والدين الحنيف كله دين طيب في عقائده وأحكامه وآدابه، فعقائده التي ترجع إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه في ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هي العقائد الصحيحة فعقائده التي ترجع إلى الإيمان، جزاك الله خير، بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هي العقائد الصحيحة التي تطمئن بها القلوب وتطيب بها النفوس، وتوصل معتقداتها والتمسك بها إلى أجل غاية وأفضل مطلوب، وأحكامه وآدابه أطيب الأحكام وأطيب الآداب، بها صلاح الدين والدنيا والآخرة، وبفواتها يفوت الصلاح كله. وقد قسم الله تعالى الكلام إلى طيب وخبيث، فقال: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث، ووصف المؤمنين بالطيب بقوله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، وإن الملائكة تقول عند الموت: اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، وإن الملائكة تسلم عليهم عند دخول الجنة ويقولون لهم: طبتم فادخلوها خالدين. وقد ورد في الحديث أن المؤمن إذا زار أخا له في الله تقول الملائكة: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. فالمؤمن كله طيب، قلبه ولسانه وجسده، بما سكن في قلبه من الإيمان، وظهر على لسانه من الذكر، وعلى جوارحه من الأعمال الصالحة التي هي ثمرة الإيمان وداخلة في اسمه. ولما طاب المؤمن في هذه الدار في عقائده وأعماله وأقواله، أكرمه الله في دار القرار بدخول دار الطيبين التي لا يدخلها إلا طيب. قال سبحانه: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون: سلام عليكم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم، طبتم فادخلوها خالدين. فعقب دخولها على الطيب بحرف الفاء الذي يؤذن بأنه سبب للدخول، أي بسبب طيبكم قيل لكم ادخلوا. ومن جاء من أهل الإيمان يوم القيامة يحمل ذنوبا وخطايا وأوذارا لم يذهب عنه أثرها في هذه الدار بالتوبة والاستغفار، فإنه إذا لم يعفو الله عنه يحبس عن الجنة حتى يتطهر منها، فإن لم يتطهره الموقف وأهواله وشدائله فلا بد من دخول النار. فإن لم يطهره الموقف وأهواله وشدائده فلا بد من دخول النار ليخرج خبثه فيها ويتطهر من درنه ووسخه ثم يخرج منها فيدخل الجنة. وأما الكفار فإنهم ليس لهم يوم القيامة إلا النار خالدين فيها أبد الآباد، فإنها دار الخبث في الأقوال والأعمال والمأكل والمشارب ودار الخبيثين. قال تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه.
جزاك الله خير بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. فالدور يوم القيامة ثلاث: دار الطيب المحض وهي لمن جاء بطيب لا يشينه خبث وهم المؤمنون الكمل، ودار الخبث المحض وهي لمن يأتي بخبث لا طيب فيه وهم الكفار، ودار لمن معه خبث وطيب وهم عصاة الموحدين. لمن معه خبث وطيب وهم عصاة الموحدين فهؤلاء إذا دخلوا النار فإنهم لا يخلدون فيها بل يعذبون فيها بقدر أعمالهم. أو تقول لمن معه خبث وطيب كلاهما، أو تقول خبث وطيب. نعم. جزاك الله خير. لمن معه خبث وطيب وهم عصاة الموحدين فهؤلاء إذا دخلوا النار فإنهم لا يخلدون فيها بل يعذبون فيها بقدر أعمالهم، ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة، فلا يبقى بعد ذلك إلا داران: دار الطيب المحض ودار الخبث المحض. اللهم اجعلنا من عبادك الطيبين. دار الطيب المحض ودار الخبث المحض. نعم. دار الطيب المحض ودار الخبث المحض. اللهم اجعلنا من عبادك الطيبين الذين يقال لهم يوم القيامة: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. اللهم اغفر لشيخنا ولشيخ عبد الرزاق واجعل ما كتبه في ميزان حسناته هذا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. وصلى الله، اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. نحن مع اسم الله الطيب وما يجب تحريره. أولا، أن اسم الله الطيب من الأسماء التي اختلف في ثبوتها، وهي من الأسماء التي ثبتت بالسنة ولم تذكر في القرآن. ونحن كما نعلم أن المصدر في أسماء الله الحسنى هو القرآن والسنة جميعا، هو القرآن والسنة جميعا، وهي مسألة اجتهادية بين العلماء في إثبات اسم وعدم إثبات آخر، وكل له اجتهاد سائغ. اسم الله الطيب كما قلت لكم ورد في الحديث الصحيح الذي هو عمدة هذا الباب، حديث أبي هريرة، وممن أثبته ابن منده وابن العربي وابن عثيمين رحمة الله على الجميع، وممن لم يذكره سفيان ابن عيينة المكي والخطابي والحليمي والبيهقي وابن حزم والقرطبي وابن القيم وابن حجر والسعدي شيخ الشيخ ابن عثيمين. وهنا خالف التلميذ شيخه، ولا حرج في ذلك. ومن أراد زيادة فليرجع إلى كتاب معتقد أهل السنة في أسماء الله الحسنى لمحمد ابن خليفة التميمي. طيب، دليل هذا الاسم هو ذاك الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا. ومن فوائد هذا الحديث أيها الكرام الفضلاء، وهو أن القبول عند الله نوعان: القبول للأعمال نوعان، قبول إجزاء وقبول ترتب الثواب.
القبول للأعمال نوعان: قبول إجزاء وقبول ترتب الثواب. ما معنى هذا الكلام؟ لما نأتي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هنا القبول معناه الإجزاء، يعني من صلى من غير وضوء فصلاته غير مقبولة، يعني باطلة غير مجزئة. طيب، حديث إن الله لا يقبل صلاة مدمن خمر 40 يوما، هنا القبول معناها ترتب الثواب، لكن المدمن للخمر أو إن الله لا يقبل صلاة شارب خمر 40 يوما، لكن من شرب الخمر عافانا الله وإياكم عليه أن يصلي، لكن 40 يوما لا تقبل صلاته، يعني لا يترتب عليها الثواب، لا يترتب عليها ثواب. هذا هو معنى ذلك، معنى القبول يأتي بمعنى الإجزاء ويأتي بمعنى ترتب الثواب. فلما قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، معناها أنه من تصدق بمال خبيث فإنه لا يترتب عليه ثواب ذلك. طيب، من حج بمال خبيث صح حجه ويأثم على المال فلا يترتب عليه ثواب، لأن الجهة منفكة بين المال الخبيث وبين صحة الحج. وكذلك من صلى بثوب أو بماء مغصوب فعند العلماء أنه لا يجزئ، وهو كما عند الحنابلة وعند غيرهم أنه يجزئه الصلاة ولكن لا يترتب عليها ثواب. هذا معنى ذلك. وهنا إن حرف ناسخ ولفظ الجلالة مبتدأ وطيب خبر، ومن هنا قالوا هنا إثبات اسم الله الطيب. ثم قال: وإن الله آمر المؤمنين، ويدخل فيه المسلمين أيضا، بما أمر به المرسلين، وهذا من علو شرف المسلم أن الله شرفه فجعل ما يأمر به الرسل الذين لا يعصون أمر الله عز وجل يأمر به المؤمن المسلم. ثم قال تعالى: فقال يا أيها الرسل، وهذا من فوائده، ونعيد ونكرر هذه الفائدة الجميلة، أنه في حالة ذكر الآيات في موطن الاستدلال تذكر من غير استعاذة ولا بسملة، أن ذكر الآيات في مواطن الاستدلال تلج للآية مباشرة، لا تقول فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذا، وذكرنا في ذلك أدلة كثيرة، هذا منها. هنا النبي مباشرة قال: فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. يا أيها الرسل، الألف واللام تفيد الاستغراق، نداء لكل المرسلين ويدخل فيه الأنبياء أيضا. كلوا من الطيبات، الألف واللام تفيد الاستغراق، كل الطيبات التي أحلها الله تبارك وتعالى من الطعام، من المطعوم والمشروب والملبوس، واعملوا صالحا، أمر يفيد الوجوب. وكيف يكون العمل صالحا؟ إذا كان خالصا صائبا، إذا كان خالصا صائبا، كيف خالصا؟ لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، صائبا على سنة رسول الله. إني بما تعملون عليم، إثبات العلم لله وإثبات اسم الله العليم. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، هنا من تفيد الجنس، يعني كلوا من جنس الطيبات التي رزقكم الله إياها، ثم التي تفيد الترتيب مع التراخي. ثم ذكر الرجل، وهنا خرج مخرج الغالب وتدخل فيه المرأة أيضا، والمرأة تكون مع محرمها في السفر، إنما هنا خرج مخرج الغالب لأن أغلب الذين يسافرون من الرجال والمرأة مع محرمها. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، منهم من قال هنا الألف واللام للمعهود في الذهن، يعني السفر في الطاعة وليس في المعصية. ثم ذكر يطيل السفر، أشعث أغبر. إذن هنا ما معنى أشعث و
أغبر؟ وما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ قال أهل العلم أيها الكرام الفضلاء، لما نأتي الآن، إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. لما نأتي الآن ونعرف إيش معنى أشعث، بعد ذلك سنعرف معنى أغبر، وسنعرف الفرق بينهما. وهذا ورد في حديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. فالأشعث يكون في الشعر، اللي هو شعره متفرق لم يرجله، شعره منتفش أبو كدش، هذا يسموه الأشعث، هذا يسموه الأشعث. وللأسف أصبحت الآن هذه موضة، موضة الآن ماشي كده شعره متفرق، والنبي قال يعني في أمثال هؤلاء سائر الرأس كأنه شيطان، وهذا مسويه موضة وماشي بها، هذا هو الأشعث. ولذلك يربط الشعث بمن قدم من السفر، لأنهم كانوا قديما يسافرون مسافات طويلة في ليالي كثيرة، ولذلك النبي لما خرج في حجة الوداع لبد شعره، يعني مسكوا بالعسل حتى لا يتفرق، مثل أن يسوون الجيلي أو يسوون الكريمات يمسكون بها إيش الشعر حتى لا يتفرق. الناس زمان كانت في السفر في مشقة وتعب، فيطول شعره، يسافر بالشهور ليصل من بلدة إلى بلدة. فالحمد لله الذي يسر لنا مراكب توصلنا في أقل الأوقات. طيب، والأغبر إنما هو في عموم البدن. إذن لما قال أشعث في شعره، أغبر في بدنه، أغبر في بدنه، يكون يظهر عليه الضعف والهزال والملابس الرثة، هذا هو من شدة إيش السفر، تعبان واتملأ غبار إلى غير ذلك، هذا هو معنى إيش الشعثة، تكون في الشعر والغبرة تكون في بقية البدن، تكون في بقية. وهذا يدل على المسكنة. عددوا معي: الرجل أو المرأة مسافر، أشعث، أغبر، يمد يديه إلى السماء، يرفع يديه للسماء، يا رب يا رب، يعني يلظ في الدعاء ويكرره، والسنة تكرار الدعاء. إذن فعل كل ما ينبغي فعله من أجل الدعاء، لكنه غاب عليه موانع استجابة الدعاء: مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، غذي بالحرام، يعني حتى غذى أولاده وأطفال الحرام، فأنى يستجاب لذلك سؤال استفهام استنكاري؟ فكيف يستجاب لمثل هذا الذي أدى بهذه الأعمال لموانع الدعاء؟ وهذا فيه إثبات الدعاء بقول يا رب، هنا قلنا يا الله خلاف الوارد، لكن هنا يا رب وارد، ردا على الزنديق علي منصور الكيالي الذي يقول: لو 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 حد فاهم يجيب لي دعاء فيه يا رب. أهو موجود عندك الدعاء هنا في هذا الحديث وفي غيره. وجه الدلالة هنا إثبات اسم الله الطيب في هذا الحديث. والقاضي عياض يقول: الطيب صفة الله تعالى بمعنى المنزه عن النقائص، وهو بمعنى القدوس، وأصل الطيب يعني من الزكاة والرفعة والطهارة والسلامة من الخبث. هذا ما تأثر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على ذكره، وصلي لهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، ونلج إلى كتابنا الثالث إن شاء الله. جزاك الله خير، الله خير، بارك الله فيكم، الله يبارك فيك. تفضل تفضل أنس. طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله شيخنا خير الجزاء، وجعل ما يقوله في ميزان حسناته، ونفعنا الله بعلمه. هذه قراءة من جامع بيان العلم وفضله لأبي عمر يوسف بن عبد البر رحمه الله تعالى، قال: باب ذكر الدليل من أقاويل السلف على أن الاختلاف خطأ وصواب يلزم طالب الحجة عنده،
وذكر بعض ما خطأ فيه بعضهم بعضا وأنكره بعضهم على بعض عند اختلافهم. وذكر معنى قوله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم. قال سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس بموسى بني إسرائيل. قال كذب. حدثني أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله. قال أبو عمر وقد رد أبو بكر الصديق رضي الله عنه قول الصحابة في الردة وقال والله لو منعوني عقالا أو قال عناقا مما أعطوه رسول الله صلى الله عليه وسلم لجاهدتهم عليه. وقطع عمر بن الخطاب رضي الله عنه اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التكبير على الجنائز. نحن نريد أحسن الله إليكم أن نضبط الاسم نوف البكالي بكسر الباء الموحدة التحتانية. نعم هذا هو نوف هذا وهو يعني قيل اسمه نوفل وقيل اسمه غير ذلك يعني ذكر في أقوال ابن فضال الحميري البكالي. نعم أبو يزيد ويقال أبو الرشيد ويقال أبو رشدين إلى غير ذلك من مسمياته. نعم أكمل تفضل. ولذلك قال ابن حجر في فتح الباري سبحان الله قال نوفا البكالي ما قالش حتى نوفا قال إن نوفا اسمه نوف نون موحدة فوقانية وواو والفاء البكالي قاله بكسر الموحدة مخففا الموحدة لي الباء وليس البكالي لا البكالي وبعدها الألف الألف لام. نعم ووقع عند بعض رواة مسلم بفتح الموحدة وتشديد البكالي قال رحمه الله أعني ابن حجر والأول هو الصواب. نعم تفضل. أحسن الله إليك. قال أبو عمر قد رد أبو بكر الصديق رضي الله عنه قول الصحابة في الردة وقال والله لو منعوني عقالا أو قال عناقا مما أعطوه رسول الله صلى الله عليه وسلم لجاهدتهم عليه. وقطع عمر بن الخطاب رضي الله عنه اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التكبير على الجنائز وقصرهم على أربع. وسمع سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان الصبي بن معبد مهلا بالحج والعمرة معا فقال أحدهما لصاحبه لهذا أضل من بعير أهله فأخبر بذلك عمر فقال لو لم تقولا شيئا هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وردت عائشة رضي الله عنها قول أبي هريرة رضي الله عنه تقطع المرأة الصلاة وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بينه وبين القبلة. وردت قول ابن عمر رضي الله عنهما أريد أن أقول لفضيلتكم طبعا صبي نعم بضم الصاد المهملة وفتح الباء الموحدة التحتانية وهو بالتصغير ابن معبد التغلبي. سبحان الله هذا حج في عهد عمر وكان له إدراك فاستفتاه عن الجمع بين الحج والعمرة وأيضا روى أحاديث جاء حديث عند أهل السنن من رواية أبي وائل وأيضا أبو إسحاق روى عنه إلى غير ذلك وفي القصة التي معنا فقاله عمر هديت لسنة نبيك يعني لأنه كان ذاك الوقت كان هو صغير هذا صبي ابن معبد التغلبي. نعم تفضل. أحسن الله إليك. وردت عائشة رضي الله عنها قول أبي هريرة رضي الله عنه تقطع المرأة الصلاة وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بينه وبين القبلة.
وردت قول ابن عمر رضي الله عنهما: الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وقالت: وهم أبو عبد الرحمن أو أخطأ أو نسي. وكذلك قالت له في عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا 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 في عمر رسول الله صلى الله عليه العمر في عمر يعني في سن في في أيوة في عمر جمع عمرة في عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أيوة أحسن الله إليك. وكذلك قالت رضي الله عنها له في عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ زعم ابن عمر رضي الله عنهما أنه اعتمر أربع عمر. فقالت عائشة: هذا وهم منه على أنه قد شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره كلها. شيخنا عمره أحسن الله إليه. هو سبحان الله يعني شيء عجيب، يعني هو كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في رجب، فسبحان الله قالت عائشة: يرحم الله أبا عبد الرحمن، فما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو حاضر، تعني ابن عمر، وما اعتمر إلا أربع عمر وكلها في ذي القعدة. نعم تفضل. أحسن الله إليك. ولذلك من الأشياء الجميلة أحسن الله إليكم التي ينبغي لطلبة العلم أن يهتموا بها لما يقرأوا في كتب الحديث استدراكات عائشة على الصحابة، وهذه فيها رسائل وفيها أبحاث، لكن أنا أريد لنفسي وللشباب أن يكون عنده نشاط لما يقرأ في الكتب، يعني ما ينتظر المعلومة جاهزة يقول لك يا أخي هذه ألف فيها، يا أخي وليكن ألف فيها، لكن أنت الآن تقرأ في كتاب مثل جامع بيان العلم وفضله، لماذا لا تجعل لك فيه مشروعا كل ما مررت باسم من الأسماء مثل الصبي هذا، مثل البكالي تضبط الاسم زاك الله خير، مثل موقف لعائشة تأخذ استدراكات عائشة على الصحابة وتذكر هالقصص، أنت نفسك تستفيد من هذا وتجعل نفسك ملكة. وأذكر يعني مما أذكره أيها الفضلاء الكرام، كان أحد الطلاب يقرأ علي وأراد أن يعني في أسباب النزول أن يجمع مادة، فأشار علي فقلت له اجمع ما بين أسباب النزول للألباني وأسباب النزول للوادعي لأنهما أصح كتابين في أسباب النزول، فبالفعل جمع الكتابين. قلت له ثم اجعل فصلا، اجعل لك فصل، قلت له سوي فصل من فرد به الألباني عن الوادعي، وبعدين فصل ما انفرد به الوادعي عن الألباني، وبعدين فصل ما اتفق فيه الوادعي مع الألباني. فعلا الأخ جزاه الله خير اجتهد وجمع هذا وعرضه على الشيخ الرحيلي في المدينة، والأخ هو يدرس في كلية الحرم المدني على ساكنية الصلاة والسلام، فكان الشيخ الرحيلي موجود في درسه في الحرم المدني، فسئل عن أفضل كتاب في أسباب النزول، فقال عرض عليها طلبة العلم الكتاب الفلاني كذا كذا، وهو رأيته أفضل ما هو موجود لأنه جمع بين أفضل كتابين موجودين وهما كتاب الألباني وكتاب الوادعي. يعني انظر فكرة مثل هذه. أيضا أحد الشباب كان بنتكلم في كل ما نمر نجد مثلا مين من العلماء اللي جمع بين الصناعة أو بين المهنة والعلم، يعني كان تاجرا وعالما، كان وزيرا وعالما، كان نحالا وعالما، كان نجارا وعالما. فقلت له إيش رأيك تجمع لنا العلماء الذين جمعوا بين المهنة والعلم؟ قال طب دلني إيش المرجع. قلت له سير أعلام النبلاء، عليك بسير أعلام النبلاء. أبشركم أيها الكرام الفضلاء، أرسل لي قبل بضعة أيام أو قبل أسبوعين ثلاثة وقد انتهى من الكتاب، وأرسله لي وبعد ما وضحت له الخطة اللي مضى عليها وكذا. هذه الهمة يا إخواني، وقت طويل احنا مضيعينه في سناب شات وكل ما هو آت سواتس لئيم يتيم وأشياء كثيرة، والمشاريع والكتب بين أيدينا، تستطيع أنك تجمع شيء وتقدم لنفسك شيء وترفع همتك وتعيد وتنفع الناس ممن هم حولك، و
تستعين بالله تبارك وتعالى، ونترك التسويف ونترك تضييع الأوقات فيما لا ينفع وفيما لا وفيما لا يفيد. وهكذا مثل هذه أفكار بسيطة، مثل هذه الأفكار ينفع الله عز وجل بها نفعا كبيرا. ويعني ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. الإنسان إذا صلحت نيته وعزيمته وأراد أن يقدم شيئا فإنه يستطيع إن شاء الله أنه يقدم. هذا بس فقط يعني على قصة ستنا وسيدتنا عائشة مع سيدنا ابن عمر رضي الله عن الصحابة أجمعين. نعم، لكن لاقط تفضل. أحسن الله إليك. قالت: ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة، وأنكر ابن مسعود رضي الله عنه على أبي هريرة رضي الله عنه قوله: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله. طيب هنا 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 ليش ما قالت ما اعتمر إلا أربعة؟ ليش قالت ثلاثا؟ ليش ما أضافت الرابعة؟ لأنها كانت عمرته مع حجه، لما قال دخلت العمرة في الحج إلى الأبد، ولو استقبلت من أمر ما استدبرت لجعلتها عمرة، لكننا سقط الهدي. فهنا العمرة الأخيرة كانت عمرته مع الحج، ولذلك حج النبي قارنا في أصح أقوال أهل العلم. نعم تفضل. وأنكر ابن مسعود رضي الله عنه على أبي هريرة رضي الله عنه قوله: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وقال فيه قولا شديدا، وقال: يا أيها الناس لا تنجسوا من موتاكم. وقيل لابن مسعود رضي الله عنه: إن سلمان بن ربيعة وأبا موسى الأشعري قال في بنت وبنت وبنت ابن واخت وأخت إن الماء. أعد فضيلتك تاني. قالوا قال في بنت أعد من الأثر السابق لا من الأثر الذي قبله تفضل. وأنكر ابن مسعود رضي الله عنه على أبي هريرة رضي الله عنه قوله: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وقال أيوة قولا شديدا، لأن هذا الحديث ضعيف، إنما أصح ما فيه أن من غسل ميتا فليتوضأ فقط يعني، لكن من حمله فلا شيء عليه، والحديث ضعيف. تفضل. نعم. وقال فيه قولا شديدا، وقال: يا أيها الناس لا تنجسوا من موتاكم. أيوة يعني الأموات ما هم أنجاس لكي تغتسل، لأن الغسل إنما يكون من الحدث. نعم نعم. وقيل لابن مسعود رضي الله عنه: إن سلمان بن ربيعة وأبا موسى إن سلمان بن ربيعة وأبا موسى الأشعري قال في بنت وبنت ابن وأخت قال في بنت وبنت ابن وأخت كلها مخفوض بحرف الفاء. تفضل فضيلتك. نعم. قال بنت وبنت ابن وأخت إن المال بين البنت والأخت نصفان ولا شيء لبنت الابن. وقال للسائل: وأت ابن مسعود فإنه سيتابعنا. فقال ابن مسعود: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، بل أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. وأنكر جماعة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها. وهذه مسألة فرضية، هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، فتكون هنا البنت لها النصف وفرضا، وبنت الابن لها السدس فرضا، والأخت الشقيقة لها الباقي تعصيبا، لها الباقي تعصيبا. وعليه تكون المسألة على ستة أسهم، للبنت ثلاثة شطرها، ولبنت الابن سدسها يعني سهم واحد، والباقي سيكون عبارة عن السدسين أو الثلث اللي باقي سيكون إلى الأخت الشقيقة تعصيبا. فهنا قضى فيه بماذا؟
قضى فيه بما قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا نستفيد أن الإنسان إذا أراد أن يفتي عليه أن يرجع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويدل على أدب أيضا الذين أفتوه في الأول قالوا هذا اجتهادنا، واذهب لابن مسعود لأنه سيتتبعنا في هذا. وهذا من الأدب. بعض الناس الآن وليس له من العلم شيء والعياذ بالله، ويظل على رأيه الباطل الذي لا قيمة له أيها الكرام الفضلاء، ينافح له ويسفه ويتفه من دونهم. فانظر لهؤلاء العلماء الأكابر ومع ذلك قال لا ارجع لابن عمر. من هنا قال شيخنا الشيخ بن عثيمين قال وإذا كان في المجلس أو في البلد عالمان فسئل أقلهما علما فليكل السؤال لمن هو أعلم منه. نعم. وأنكر جماعة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها رضاع الكبير، ولم تأخذ واحدة منهن بقولها في ذلك. وأنكر ذلك أيضا ابن مسعود رضي الله عنه على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وقال له إنما الرضاعة ما أنبت اللحم والدم، فرجع أبو موسى رضي الله عنه إلى قوله. وأنكر ابن عباس رضي الله عنه. تأمل تأمل هنا، أعد يرحمك الله، أعد يرحمك الله هذا الموضوع حتى تعلموا إن الذين يثيرون مثل هذه الأمور ليس لهم من العلم مقدار خردلة، إنما كل ما يريدون هو تشغيب على أهل العلم ونشر الفوضى بين المسلمين. أعد هالمسألة جزاك الله خير. وأنكر جماعة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها رضاع كبير، ولم تأخذ واحدة منهن بقولها في ذلك. أرأيتم أرأيتم هنا انفردت عائشة بمسألة رضاع الكبير. كل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وهن ثمانية خلع عائشة رضي الله عنها صحابة أجمعين لم يوافقنها على رأيها في ذلك. فيخرج الآن من يخرج ثم يلزم الناس بذلك جهلا حتى يتندرون بذلك، من معه صاحبته في العمل يأخذ منها ويرضح، خلاص تكون هذه بالنسبة له إيش أم من الرضاعة إلى غير ذلك. نعم. وأنكر ذلك أيضا ابن مسعود رضي الله عنه على أبي موسى الأشعري وقال له إنما الرضاعة ما أنبت اللحم والدم، فرجع أبو موسى رضي الله عنه إلى قوله. الله أكبر. انظر جبلان عظيمان مزمار من مزامير آل داود، أبو موسى الأشعري مع حبر من أحبار هذه الأمة عبد الله المسعود، ينفرد أبو موسى برأي وهو خليق وأهل للاجتهاد والفتية، فيراجعه ابن مسعود في ذلك، فيرجع عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري إلى قول ابن مسعود ويتخلى عن قوله، لأنهم كانوا يفتون يريدون ما عند الله عز وجل، فلا يهيجه ولا يحزنه أن يرجع عن القول. ولما سئل شيخنا الشيخ بن باز على مسألة رضاع الكبير قال نرى أن حديث سالم مولى أبي حذيفة خاص بسالم كما هو قول الجمهور. ومين الجمهور؟ عندك الصحابة الكرام زوجات النبي عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك. هذا لمن يريد الحق ليس لمن يريد الضلال، ويأتي في مثل المسائل فيثير الشبه. صح فيه قول ربنا عز وجل فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال نرى أن حديث سالم مولى أبي حذيفة خاص بسالم كما هو قول الجمهور لصحة الأحاديث الدالة على أنه لا رضاع إلا في الحولين ما أنبت اللحم، مثل ما قال ابن مسعود يعني في الحولين. وهذا الذي نفتي به، وأسأل الله يوفق الجميع لما يرضيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفتي عام المملكة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه رحمة واسعة بتأريخ
من الشهر الخامس لعام 14 لعام 15 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الله عليه. وأنكر ابن عباس رضي الله عنه على علي رضي الله عنه أنه أحرق المرتدين بعد قتلهم، وقيل قبل قتلهم، والأول أصح والله أعلم. واحتج ابن عباس رضي الله عنهما بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يعذب بالنار إلا رب. أيوة نعم. من بدل دينه فاضرب عنقه. فلما فبلغ ذلك عليا فأعجبه قوله، قال أبو عمر: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل فاضربوا عنقه ثم أحرقوه. فانظروا يا أحبابي، وهذا أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان يراجع عمر كما مر معنا في الأبواب السابقة، ها هو يأتيه حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه فيراجع في مسألة، فيرجع إلى قول ابن عباس هو الخليفة رضي الله عنه وأرضاه رابع الخلفاء الراشدين ورابع بالجنان المبشرين، لا يمنعه أنه يرجع لقول من؟ لقول ابن عباس رضي الله عن الصحابة أجمعين، لأنهم يريدون الحق فيما يسعون إليه وليس الظهور وإثارة الرأي والبلبلة. نعم. أحسن الله إليك. ورفع إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إلى علي بن أبي طالب مجرور، إلى علي بن أبي طالب. الله إليك. ورفع إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن شريحا قضى في رجل وجد آبقا فأخذ، ثم أبقى منه أن يضمنه. الصوت قد ذهب. الصوت ذهب، ما سمعت. قضى في شريح، راجع شريحنا. أنا لا أسمع شيئا. حتى احنا الشيخ ما نسمع شيء. يبدو أنه قد حدث شيء عنده، ربما قد خرج أو شيء من هذا، يكون عنده مشكلة في الشبكة. طيب أبو سعيد موجود؟ يا أبا سعيد. أنا أسمع يا شيخ. طيب احنا ما سمعنا شيئا من قصة شريح، ما سمعنا فيها ولا شيء، أعد أحسن الله إليك. قد خرج. طيب يا أبا سعيد. شيخ أنا أكمل ولا؟ أيوة أكمل طبعا، لكن لم نسمع شيئا من أول كلامك عن شريح القاضي. طيب أحسن الله إليك. ورفع إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن شريحا قضى في رجل وجد آبقا فأخذه، ثم أبقى منه أنه يضمن العبد، فقال علي: أخطأ الآبق يعني هو العبد الذي آبق يعني هرب من سيده. نعم. فقال علي: أخطأ شريح وأساء القضاء، بل يحلف بالله لأبق منه وهو لا يعلم، لأبق منه وهو لا يعلم وليس عليه شيء. نعم. وعن عمر في الجارية النوبية التي جاءت حاملا إلى عمر، فقال لعلي عبد الرحمن: ما تقولان؟ فقال: أقضاء غير قضاء الله تلتمس؟ قد أقرت بالزنا فحدها. وعثمان ساكت. فقال عمر لعثمان رضي الله عنهما: ما تقول؟ فقال: أراها تستهل به، وإنما الحد على من علمه. فقال عمر: القول ما قلت، ما الحد إلا على من علمه. وقيل لابن عباس رضي الله عنهما: إن عليا يقول: لا تؤكل ذبائح نصارى العرب، لأنهم لم يتمسكوا من النصرانية إلا بشرب الخمر. فقال ابن عباس: تؤكل ذبائحهم، لأن الله تعالى يقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما: في الذي توالى عليه رمضانان بدنتان مقلدتان. فأخبر ابن عباس رضي الله عنهما بقوله فقال: وما للبدن وهذا.
وما للبدن وهذا، وما للبدن وهذا، على اعتبار أن من مر عليه رمضانان فلم يصب فليس عليه أن يذبح بدنا كفارة، بل عليه التوبة وعليه أن يقضي هذه الأيام ويخرج كفارة عن رمضان الذي لم يصمه مع دخول رمضان الذي بعده. نعم. فقال وما للبدن وهذا يطعم 60 مسكينا. فقال ابن عمر صدق ابن عباس امضي لما أمرك به. نعم. وقال علي رضي الله عنه المكاتب يعتق منه إذا عجز بقدر ما أدى. فقال المكاتب يعني العبد الذي كاتب سيده على مال معين أو أداء معين يعتق به. نعم. قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة على الله أن يعينهم: ناكح يريد العفاف، ومكاتب يريد الأداء، والمجاهد في سبيل الله. نعم. وقال علي رضي الله عنه المكاتب يعتق منه إذا عجز بقدر ما أدى. فقال زيد يعتق، المكاتب يعتق منه، يعتق منه. أحسن الله إليك. المكاتب يعتق منه إذا عجز بقدر ما أدى. فقال زيد هو عبد ما بقي عليه درهم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا أدى الثلث وغريم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إذا أدى الشطر فلا رق عليه. وقال شريح رحمه الله إذا أدى قيمته فهو غريم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه أيضا مثله. وقال زيد وابن عمر وعثمان وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم هو عبد ما بقي عليه درهم. وروى وكيع عن إسماعيل ابن عبد الملك قال سألت سعيد بن جبير عن ابنة وابن عم أحدهما أخ لأم، فقال لابنة النصف وما بقي فلابن العم الذي ليس بأخ لأم. قال وسألت عطاء فقال أخطأ سعيد بن جبير لابنة النصف وما بقي بينهما نصفان. قال يحيى بن آدم والقول عندنا قول عطاء لأن الابنة والأخت لا تحجب العصبة ولم تزده الأم إلا قربا. عن إسماعيل بن أبي خالد قال قلت للشعبي إن إبراهيم قال في الرجل يكون له الدين على رجل إلى أجل فيضع له بعضا ويعجل له بعضا إنه لا بأس به وكرهه الحكم. فقال الشعبي أصاب الحكم وأخطأ إبراهيم. وقيل لسعيد بن جبير إن الشعبي يقول العمرة تطوع، فقال أخطأ الشعبي. وذكر لسعيد بن المسيب قول شريح في المكاتب فقال أخطأ شريح. وقال قتادة قلت لسعيد بن المسيب إن شريحا قال يبدأ بالمكاتبة إن شريحا. أحسن الله إليكم. إن شريحا قال يبدأ بالمكاتبة قبل الدين أو يشرك بينهما. شك شعبة. قال ابن المسيب أخطأ شريح وإن كان قاضيا. قال زيد بن ثابت يبدأ بالدين. وعن مغيرة قال ما رأيت الشعبي وحمادا تماريا في شيء إلا غلبه حماد إلا هذا. سئل عن القوم يشتركون في قتل الصيد وهم حرم، فقال حماد عليهم جزاء واحد. وقال الشعبي على كل واحد منهم جزاء. ثم قال الشعبي أرأيت لو قتلوا رجلا ألم يكن على كل واحد منهم كفارة؟ فظهر عليه الشعبي. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. وهذا الباب باب عظيم يدل على ما كان فيه الصحابة من الاجتهاد، وما كان فيه من رد الاجتهاد بالاجتهاد والدليل، فما كان منهم إلا أنهم يسلمون في ذلك. وهذه مسائل
موجودة في فروع الفقه لمن رمى، زيادة كان في التمهيد لابن عبد البر صاحبنا هذا بعمر، وأيضا في الاستذكار كذلك، وفي المغني، وفي غيرها من الكتب كالمجموع شرح المهذب وغيرها من كتب المذاهب على اختلافها. نعم، نلج إن شاء الله الآن إلى الترغيب والترهيب. نعم، الترغيب والترهيب يا أبا سعيد. أبا سعيد، إن أبا سعيد هتكون بالسوق. طيب طيب، فليقرأ الشيخ صفوان. ليس مع الكتاب يا شيخ. طيب، إذا نكتفي بهذا القدر، وإذا كان في أسئلة تفضلوا بها. إذا في أسئلة تفضلوا. جزاك الله خير يا شيخ. وإياكم. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عذرا، السائل يسأل يقول في باب المغفرة في هذا الشهر وإلى آخره في ليلة النصف من شعبان، فقال يطلب من أحد إخوانه المسامحة، فقال قد عفوت عنك في كل شيء إلا ما طعنت في عقيدتي وتوحيدي، فاللقاء بيني وبينك أمام العدل. فعيب عليه وقيل له أين الرحمة وأين الشفقة وما هذا وما هذا وما هذا، فما الحكم شيخنا؟ ما هو الآن نوع الطعن الذي طعن فيه في عقيدته؟ هل اتهمه جورا وباطلا من غير وجه حق، أم أنه أقام عليه الحجج وبين فساد عقيدته؟ الذي يتضح أنه لم يذكر فيه إلا أنه كأنه ليس من أهل السنة وأنه مبتدع وأنه ضال، فقال له اذكر ما لديك من البدع، فما ذكر شيئا. إذن هذا بيني وبينك الله. أيوة، جزا الله. إذن هذا يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من تكلم بكلمة في أخيه ليشينه أكل من ردغة الخبال، عافنا الله وإياكم. ولذلك يعني كل دعوة إن لم تقم عليها بينات أصحابها كذبة أدعياء. فهذا طالما تكلم في أخيه بهذه الكلمة الباطلة، نعم، فموعد القيامة، لأن هذه كلمة خطيرة لما الإنسان يذم إنسانا ويتهمه باطلا في عقيدته. فانظر هذا الرجل جزاه الله خير، قال أسامحك في كل شيء إلا هذه، لأن أمر صعب جدا. طيب، عيب على مين؟ عيب عليه، يقول لماذا لا تعفو عنه حتى في هذه، أنت لا تحب العفو، أنت فيك وأنت فيك. لا لا لا, لا هذا كلام لا دليل عليه، بالعكس، لا، هذه من الأمور التي ينبغي أن يقف في عند على الناس عند على الأشهاد كما أنه وقف عليهم وذمه يقف، لأن هذا من يا جماعة هذه من شروط التوبة. الأول حاجة الاعتراف بالذنب والندم والعزم على عدم العود وذكره بمواطن التي كان يذكره فيها بالسوء، مثل ما هو يعني نشر عنه أطرا وأشرا وبطرا وبغير بينة، فليقف على رسل الشهاد ويقول يا جماعة إني راجع عن كل ما رميت به هذا الأخ في عقيدتي. هل قال ذلك؟ الذي اتضح أنه لم يقل ذلك، وإنما جاءه خفية وقال أطلب منك العفو والمغفرة. لا 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 قيمة لذلك، لأن الجرم كبير،
الجرم كبير أخي الحبيب، وهذا لم يأتي بشروط التوبة، لأن يقول الشيخ بن عثيمين وهذا كلام أهل العلم عند شيخ الإسلام وغيره، من اغتاب أحدا أو نم عليه فوصلت النميمة إلى الطرف المغتاب فإن عليه أن يتحلل منه، وقد وصلت المسبة والمذمة للطرف الذي أساء إليه، فعليه أن يتحلل منه، ما ينفع هنا لو لم تصل نقول معلش، لكن طالما وصلت عليه أن يتحلل منه، فإن أراد أن يعفو عفا، وإن لم يرد أن يعفو فهذا من حقه، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، يعني ما حد لحاجة عندهم، من حقه، من حق أن يقول أن يقول أن يقول ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك طيب صوتي. طيب هنا يقول لك إيش معنى أنه يتحلل منه؟ يتحلل منه يعني يطلب منه الحلة والمسامحة. نعم. طيب يسأل السائل يقول بالنسبة لقول الشيخ الفوزان في الواسطية، طيب عليكم السلام وبركاته، كل محرف معطل وليس كل معطل محرف. كل محرف يعني كل من يحرف الكلمة عن مواضعه في الأسماء والصفات يدخل في باب التعطيل، بمعنى أنه لما يأتي الرحمن على العرش استوى يحرف المعنى، يقول لك استوى بمعنى استولى ليعطل صفة الاستواء عند الله عز وجل، هذا معنى أنه حرف فأصبح معطلا بالتحريف والتأويل الفاسد. مثال آخر، تجري بأعيننا، يقول لك بأعيننا بحفظنا، فحرف المعنى لكي يعطل إثبات صفة العين لله على ما يليق بجلاله وكماله، يد الله فوق أيديهم، فيقول لك قوته، فحرف المعنى ليعطل صفة اليد وهكذا. هذا معنى الكلام، إن كل محرف هو معطل والعياذ بالله، لكن ليس كل معطل محرف، على اعتبار أن خلاص المعطل هذا أصلا هو لم كالجهمية والمعتزلة، هو أصلا لم يعترف بالصفة، مش محتاج أن يحرفها، هو ينفيها أصلا. أما المحرف يزعم أنه يثبتها لكنه في الحقيقة هو لا يثبتها، فيدخل في التعطيل كالأشاعرة والماتوريدية والكلابية وغيرهم من الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه في أسماء الله وصفاته. نعم، عليكم السلام. سيدنا بالنسبة لتجريب أعيننا، هو سيدنا يعني ما أنكر الصفة، أثبت الصفة، ولكن بس بيّن المعنى. لا يا حبيبي، هذا تعطيل، ولا بيّن كيف، ما يحتاج تبين معنى تجريب أعيننا بعيتنا. لا لا لا، كذب من قال لك ذلك. تجري بأعيننا يعني إثبات صفة العين لله بمرأة منا. طيب. بمرأة منا، ممكن تكون أعمى وترعى الإنسان، صح ولا مو صح؟ نعم نعم صح. أيوة، فانتبهوا لمثل هذا. الله يزيد. طيب سيدنا بالنسبة انتبهوا وغيروا كل الانطباعات القديمة في هذا التعطيل وفي هذا الكلام الفارغ. الله يزيد. كل هذول الأشاعرة هذول ضلال في باب الأسماء والصفات. الله يعافينا الله يعافينا. أنت الآن يرضى أن أنت الآن فيك عيون وتقول فلان مثلا في عينيه، أروح أقول لك في رعايته، هل ترضى أنت نفسك الآن أن أعطل لك صفة العين وصفة الكلام وصفة اليد وصفة الرجل، ترضى أنت في نفسك هالكلام؟ لا لا سيدنا، بس عن باب الجهل سيدنا أحيانا بس الله كيف ترضى في الله عز وجل وأنت ما ترضى في نفسك؟ كيف أقول لك استوى الرجل على الكرسي تقول لي استوى بمعنى استولى؟ نعم سيدنا. أشياء لا نرضاها لأنفسنا، نرضاها على الله عز وجل. جل وعلا، شيء عجيب هذا. الله يرضى عليك، الله يزيك. طيب سيدنا، سؤال بالنسبة لسيدنا، صوت المرأة يعتبر عورة ولا مختلف فيه؟ صوت المرأة أيها الكرام الفضلاء، على الأصل، وأنا نزلت إجابة في هذا ردا على نوح القضاء في مقطع خرج، نزلت لكم المقطع ونزلت لكم في المجموعة إجابة، هذه الإجابة ينبغي تراجعوا الصوتيات اللي في المجموعة لأن فيها فوائد يا أحبابي. هو طلع في مقطع يتهكم ويتندر على أهل على المشايخ
وهذه أكبر كذبة وأصغر الكلام ده كله. نقول صوت المرأة على الإطلاق ليس بعورة، فقد كانت المرأة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام وكانت تستفتي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وإلى غير ذلك. لكن فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فهنا المرأة إذا تقعرت بالكلام وتكسرت بالكلام هنا صوتها يكون عورة. وكما في القاعدة يصح تبعا ما لا يصح استقلالا ويحرم تبعا ما لا يحرم استقلالا، تنزيل هذه القاعدة على ما نحن فيه الآن في صوت المرأة أن الأصل أن صوت المرأة ليس بعورة، هذا هو استقلالا، لكن يحرم تبعا إذا تكسرت وتغنجت في صوتها. مثال ذلك المغنية اللي جالسة تغني هذه وتتقعر في صوتها كوكب الشر وإلى غير ذلك، فضلا أن الغناء أصلا حرام فيدخل فيه أنه حرام، وأن الآن صوته يصبح ماذا؟ يصبح عورة. أو امرأة تخرج في برنامج أو تخرج عبر المذياع أو تخرج في سناب أو في شيء من مثل هذه الأشياء وتتغنج وتتقعر، فنقول هنا الصوت هنا عورة. هذه القاعدة يحرم تبعا ما لا يحرم استقلالا. أما إذا كانت بحجابها وأدبها وتتكلم وليس في صوتها تقعير ولا تكسير ولا تغنج ولا شيء مثل هذه الأشياء، فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فتبقى على الأصل أن صوت المرأة ليس بعورة، فقد كانت تسأل رسول الله كما خول بنت ثعلبة وقال الله من فوق السبع سماوات قادي سمع الله قالت تجادلك، واتت المرأة قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من هل على المرأة من غسل إذا رأت الماء إلى غير ذلك من مثل هذه الأحاديث الدالة على أن صوت المرأة على الإطلاق ليس عورة. وهذه هي أم سليمان. نعم. كانوا يسألون أيضا أم عائشة رضي الله عنها. أيوة لا أدلة في ذلك كثيرة، أم عائشة وأم سلمة ولا شيء في، وأتت هند بنت عتبة يا رسول الله إن أبا هريرة إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وأولادي، قال خذي ما يكفيك أولادي بالمعروف إلى غير ذلك. نعم. لكن إذا تكسرت فبعض الناس يقول لك هو الأدلة، نقول لا أنت الآن متغنجة متكسرة طالعة تغني طالعة كذا إلى غير تتكسرين، نقول هنا يدخل في هذا الباب أنه يحرم تبعا ما لا يحرم لا ما لا يحرم استقلالا. وهذه هذه أم سلمة يعني سبحان الله جاءت أم سليم من النبي صلى الله عليه وسلم تقول إن الله لا يستحي من الحق، فعلى المرأة الغسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء، وهذا حديث متفق عليه، وهذا يدل على عظم الشريعة ويدل فيه رد على من يقول لك إن الإسلام ظلم المرأة وأن الإسلام أهان المرأة وحجم. بالعكس لن تجد أمة أكرمت المرأة كما أكرمت أمة الإسلام المرأة، ولا زالت تكرمها لأنه دين نزل من السماء إلى قيام الساعة. نعم. يعني فينا مثلا أثناء مثلا البيع والشراء إذا كان رجل وزوجته يعني ليس له أن يمنعها مثلا إيش مثلا من السؤال أو كذا أو لا هنا أفضل هنا أفضل هنا أفضل من باب الغيرة، هنا أفضل خلاص يعني من باب الغيرة يقوم هو مقام ذلك. لا يعني من باب غيرة الرجل على امرأتي وإذا كان هو يكفيها ذلك والحمد لله ويقوم مقامها في ذلك والحمد لله خلاص يكفيها ذلك. يعني انظر إلى قصة المرأة البنت الرجل الصالح مع موسى عليه السلام، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، وانتهت السالفة خلاص، ما قالت له ترى يمين شمال الحارة اللي جاية كذا، قالت كيف أعرف الطريق؟ قالت أنا أمشي وراءك وأرمي لك حجرا يدلك على الطريق. انظر سبحان الله. أيوة فإذا كان يكفيها الرجل في ذلك فالحمد لله ما في حرج. وإذا أرادت هي أن تبين مع حجابها وليست كاشفة ومع سترها ومع عفافها ومع صوتها، حتى قال بعض المشايخ إذا كان صوت المرأة جميلا طبعا واضطرتها الأمور لكي تطلب شيئا فعليها أن تخشن صوتها
حتى لا تقع فيطمع الذي في قلبه مرض. وتلقى المرأة عامة من خجلها إذا معها الزوج تكل الكلام للزوج، خلاص أنت تتكلم عنها أنا أبغى كده وكده، حتى لو عندها شيء توسوس زوجها ولا تكلم البائع. سبحان الله، توسوس الزوج تقول له لا أنا ما أبغى هذا، أبغى كده أبغى كده أبغى كده. هذا يدخل في باب سبحان الله الخجل اللي عند المرأة العام والحياء العام الذي هو عند المرأة. لكن إذا كان تتكلم من غير تكسر وتغنج فيبقى على الأصل العام أن الصوت ليس به بعورة إن شاء الله. نعم. الله يسعدك. جزاك الله خير. أخنا. نعم. أشكل عليها فهم الآية ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. قال المفسرون إن الله يدفع بالرجل الصالح البلاء عنه وعن نفسه وعن ولده وعن أهله وعن من حوله. قول النبي صلى الله عليه وسلم أهلك فينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. أيوة ما هو هذا ليش؟ لأنه لم ينكر المنكر فضيلتك، فلا إشكال هنا في الحديثين. أما هذا ولولا دفاع الله الناس في القراءة الأخرى، يعني هو مستمر في الإنكار وفي البيان وفي الإصلاح، لكن هنا إذا كثر الخبث يعني كثر الخبث فسكت المصلحون. وضحت؟ نعم. أي نعم، هذا هو المقصود به. نعم. ويبينه الأحاديث العامة، لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد الظالم فتأطرنه على الحق يطرى وتقصرن عن الحق عن الشر قصرة، أو لا يوشكن الله ينزل عليكم عقابا ثم تدعون فلا يستجاب لكم. فالمقصود بذلك فضيلتك هو أنه سكت، ولذلك وربنا تبارك وتعالى قال وما كان ربك ليهلك القرى بالظلم وأهلها. أكمل فضيلتك. مصلحون. أحسنت، ما قال صالحون، قال مصلحون، يعني صالح في نفسه مصلح في من حوله على قدر الطاقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم وإياكم. طيب يا أحبابي طيب هل في سؤال آخر؟ السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبغى أسأل بس أنا بالنسبة للحديث رب أشعث أغبر، إيش الاختلاف بينه وبين الحديث الذي ذكرته السابق في الدرس؟ الحديث هو رب أشعث، هنا ممنوع من الصرف لأنه بعلة الوزنية والوصفية، ما نقول أشعث لا نقول رب أشعث أغبر، لأنه على وزن أفعل فيه علتان، علة أفعل وعلة الوصفية. طيب احنا قلنا الفرق بين اشعث واغبر، قلنا الشعث يكون في الشعر، هذا ابو كدش هذا، والغبره تكون في كمال البدن من حيث الانسان في السفر يكون عليه التراب وعليه الهزال والتعب. وضحت؟ احنا اردنا ان نفرق بين كلمه اشعث وكلمه ايش؟ أغبر. وضحت؟ واضح، بس الفرق قصدي بين الحديث هذا والحديث السابق اللي ذكرته انه هنا كان في ثم الاشعث او لا قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه، يعني فيه كل أسباب إجابة الدعاء لكن منعه من إجابة الدعاء مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأن يستجاب ليش؟ لذلك. وهناك الحديث رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره لأنه تقي، يرونه الناس ليس بشيء وهو عند الله عز وجل مقامه عظيم، فرب مهضوم في الأرض مرفوع ذكره في السماء، وربما مغفور في الأرض مشهور فين؟ مشهور في السماء. فموازين الرب عز وجل ليست كموازين العباد الذين يزنونك بجوالك آيفون ولا جالكسي تائب ولا طريق التوبة ولا يزنونك سيارتك وش نوعها ولا لون الكبك نفس لون السبحة اللي شايلها للزينة تلعب بها بأصابيعك ولا نور النظارة وش نوعها ريبان ولا لكوست وما نادين، لا موازين الرب لا غير. رب أشعث أغبر، يعني سبحان الله مدفوع بالأبواب ما حد يبغاه أصلا يشوفه، لكن لو أقسم على الله إيش؟ لأبره. الله أكبر، لأبره.
ولذلك لا تحقرن الناس أبدا ولا تنظر لهم بحقارة. وقد ذكرت لكم قصة أحد الناس يحفظ الشاطبية يعمل حفظك الله في محطة بترول ستيشن يعني يعبي البترول للسيارات، وهو يحفظ ألفية ابن مالك وامرأة يقول شيخنا اللي كنا نقرأ عليه في القراءات العشر يقول رأيتها تقم الزبالة القمامة من الصندوق وهي تراجع الشاطبية، ولا أحد يحفظ الشاطبية إلا أن يكون ملما بالقراءات السبع. سبحان الله. أيوة. فلذلك يعني لما نتأمل في حديث النبي نحقر أنفسنا أننا للأسف كيف نزن الناس بهذه الموازين الفاسدة. نعم. جزاك الله خير. بالنسبة للأب هل له مثلا مع ولده الكبير أن يستعمل الشدة إذا احتاج الأمر ولا بس يكتفي بالتسكير سيدنا؟ هو يعني الإنسان يقدر الأمور، يقدر المواقف التي هو يحتاج فيها لتربية الأبناء، إذا كان تارك للصلاة أو يعني يفعل موبقات ومنكرات فهنا لابد أن الإنسان يأخذ معه شيء من الشدة. مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. والأمر الآخر إذا كان دون ذلك يبدأ معه باللين. وهنا أوجه كلمة للأبناء، أقول لهم اتقوا الله في آبائكم، وإن العقوق دول بين الناس، فما تعق به أباك اليوم يأتيك غدا من أبنائك من يعقك، فانتبه. البر لا يبله والذنب لا ينسى والديان لا يموت، افعل ما شئت كما تدين تدان. وهذا لا يصح حديثا عن العدنان عليه الصلاة والسلام. فنؤدي ونقول ويقسو من يحب أحيانا على من يرحمه. لا أحد يتمنى أبدا، أعني الآباء، أنه يرفع صوته فضلا عن صوته لأولاده. وعند الطبراني وفي الجامع قال علق الصوت لأهل البيت يرونه عشان لأجل أن يرتدعوا. فنقول للأبناء اتقوا الله عز وجل في آبائكم، اتقوا الله عز وجل فيما أنتم فيه، لأنه لا تجدن أحدا أحب إليه منزلا لرجل إلا لمعلم وأب في ابنه وتلميذه. ما حد يتمنى حد أحسن منه إلا المعلم لطلابه والأب لأبنائه. ونسأل الله أن يصلح النية والذرية. نعم. شيخنا السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يجزاكم خير. ما جاء من فضل سورة الواقعة، قراءة سورة الواقعة عن عبد الله بن مسعود. لم يصح أخي الحبيب، خذ هذه القاعدة واكتبها الآن. السور التي ورد الفضل فيها تسع سور لا عاشر لها، الفاتحة وأحاديثها كثيرة، منها هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، البقرة وآل عمران، وحديثه عند مسلم يأتيان كأنهما غمامتان أو فرقان من طير صاف تحجان عن صاحبهما، البقرة أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيع البطلة، الكهف ومختلف في الحديث وهو إلى التحسين كما قال الشيخ الألباني حديث الرمان عن أبي سعيد تقرأ في يوم الجمعة وليلة الجمعة من مغرب الخميس لمغرب الجمعة، يضاء له من النور من مقامه إلى البيت العتيق. خامسا سورة الملك وحديثه مختلف فيه لكنه يتحسن أيضا، حديث أبي هريرة عند الترمذي سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له تبارك الذي بيده الملك. سورة الكافرين تعدل ربع القرآن ومن قراها عند النوم فمات، كانت براءة من الشرك. سابعا سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن رواه مسلم. سورة الفلق والناس ما تعوذ أحد بمثلهما رواه مسلم. هذه تسع سور لا عاشر لها في الفضل. أما ما دون ذلك ياسين الواقع الرحمن الحشر إلى آخره كله أحاديث ما بين تالفة وما بين ضعيفة لا يصلح فيها استدلال ولا يعمل بها. وبالنسبة للآيات ما ورد الفضل في الآيات، آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة، ما دون ذلك أواخر الحشر إلى غير ذلك، مثل كل هذه أحاديث لا يصح في الباب منها شيء. أحسن الله لك. آخر سورة آل عمران إيش؟ هذه لمن نظر إلى السماء. وكان النبي إذا استيقظ من النوم
مسح وجهه بيده ثم نظر إلى السماء وما عليك سماك حتى لو طلعت في السطح وقرأت هذه الآية، وإذا نظرت إلى السماء وانت في الشارع كده طلعت رأسك لفوق تتأمل فتقرأ هذه الآيات. نعم جزاك الله خير. نعم هذه هي. نعم الله يجزاكم الخير يا شيخنا. هاي وإياك حبيبي وإياك حبيبي. طيب يا أخواني نترككم في رعاية الله وحفظه وأمنه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله أنت نستغفرك ونتوب إليك، صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم. أخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير وكتب الله خير. جزاكم الله خير وإياكم الله عنا خيرا شيخنا، بارك الله جزاك الله خير يا شيخنا.